بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. راني جبت لكم فكرة بسيطة جدا وإن شاء الله هتنال إعجابكم، ألا وهي حامل الأحذية المزدوج. هذا حامل الأحذية المزدوج يهز لك لي دو بير دو شونسور، لا دوات لا غوش، في حامل واحد، فهو يساعدنا في الحصول على مكان أوسع في الخزانة أو الدولاب خاص بالأحذية. هذا حامل الأحذية المزدوج فهو رائع جدا وممتاز، حيث أنه يساعدك في تنظيم الأحذية تاعك في خزانتك ولا في دولابك. راح يرتب لك حتى تولي خزانة الأحذية تاعك تكون منظمة ومرتبة. هذا حامل أحذية ماهوش غالي، أنا هادو شريتهم بثلاثة 200 دينار جزائري، يعني هذا حامل أحذية في متناول الجميع، يعني أي واحد يقدر يشريه. وهنا شوفوا الخزانة هذه قبل وبعد أن وضعنا حامل أحذية، شوفوا كيف أصبحت المساحة عندنا أوسع.